في الوقت الذي تواصل فيه تركيا حملتها العسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية في الشمال السوري، تستمر موجة جديدة من النزوح في المنطقة. الأمم المتحدة تحدثت عن أكثر من 100,000 نازح من مناطق الشمال الشرقي سوريا حتى الآن، فيما قدرت قوات سوريا الديمقراطية الأعداد بما يزيد عن 200,000 نازح. تنضم إلينا الآن من عمان المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رولا أمين. سيدة رولا، أهلا بك معنا. كيف تتابعون في الأمم المتحدة ما يحدث الآن في الشمال السوري وهذه العملية العسكرية للجانب التركي، وخاصة عندما نتحدث عن أرقام النازحين؟ يعني الأمم المتحدة تتحدث عن نزوح أكثر من 100,000 مدني، بينما قوات سوريا الديمقراطية تتحدث بأن الأعداد تزيد عن تقريبا 200,000 نازح. طبعا يعني يمكن أن تتكهني كم هو صعب تحديد هذه الأعداد، ولكن من الواضح أن عشرات الألوف من الناس قد اضطروا إلى ترك بيوتهم، هربوا من المعارك أو من خطر أن تصل المعارك إلى بيوتهم. هم يبحثون عن الأمن والأمان، يتجهون باتجاهات متعددة، لا يوجد لديهم فكرة واضحة ما هو الوضع الآمن وأي مكان سيكون آمن. البعض تنقل أكثر من مرة، ويجب أن نتذكر أن البعض من هؤلاء هم أيضا نازحون، يعني هم نزحوا من بيوتهم الأصلية وقراهم في السابق خلال الحرب التي مرت في سوريا. لذلك نحن نقول يجب تجنيب المدنيين المزيد من المعاناة، يجب عدم استهداف المدنيين، وأيضا يجب عدم استهداف البنية التحتية، المستشفيات، المدارس، المراكز المدنية التي تساعد في خدمة الناس وإعانتهم على مواجهة هكذا تحدي. طيب سيدة رولا، من خلال متابعتكم للمشهد يعني الإنساني اليوم في الشمال السوري، لأي مدى يمكن فعلا القول بأن هذه العملية وما يحدث من الجانب التركي تحديدا تأخذ بنظر الاعتبار سلامة المدنيين؟ نحن نتحاور مع جميع الأطراف ونطالب الجميع الموجود، جميع الأطراف الموجودة على الأرض، الأطراف التي لديها مونة عليها، أن يتم تجنب استهداف المدنيين، ونقول أنه يجب اتخاذ إجراءات محددة لضمان عدم الاستهداف. يعني هناك مواثيق وقوانين دولية تنص وتؤكد أنه حتى في حالة الحروب يجب أن يبذل جهد واضح لتجنب استهداف المدنيين. الأولوية بالنسبة إلينا أن تتوقف المعارك، الأولوية أن نتمكن من الوصول إلى أولئك النازحون الذين يحتاجون إلى المساعدة. نحن اليوم في المفوضية وعبر شركائنا على الأرض تمكننا خلال اليومين الماضيين من الوصول إلى الآلاف، حوالي أكثر من 20,000 شخص تم الوصول إليهم بالمساعدات، من بطانيات، من أغطية بلاستيكية، من مواد غذائية مشدد يعني مركزة للأطفال، ولكن هذا ليس كافي. هذه فقط تساعد الناس عم ربما على التخفيف بعض الشيء من المعاناة، ولكن ليس حل واضح. كما تعلمين الأهالي تفرقوا باتجاهات متعددة، نحاول أن نتبين أين يتجمعون. البعض ذهب عند أقربائه، عند أصدقائه، البعض ذهب إلى المدارس، البعض تنقل أكثر من مرة، فالوصول إليهم ليس سهلاً. الوضع الأمني ليس سهلا، يعني محاولة الوصول عبر الطرقات، أن يكون هناك أمان حتى للعاملين في الجهات الإنسانية هو مطلب. أن يتم السماح للمنظمات الإنسانية كمنظمات الأمم المتحدة وغيرها بتأمين عملها، بتأمين طرق آمنة، بتأمين الأجواء، بتأمين يعني تطمينات بأنه لن يتم استهدافهم، حتى يتمكنوا من الاستمرار بعملهم في هذه المنطقة والوصول إلى الأعداد المتزايدة من النازحين. طيب سيدة رولا، ذكرت وقلت بأنه تم الوصول وتقديم الدعم لحوالي 20,000 مدني، ولكن يعني في نظركم يعني عدد من هم بحاجة للمساعدات الأولية اليوم، ما هي الأعداد وحتى إن كان بشكل تقريبي، وربما حتى أعداد المدنيين، ما هم ما زالوا معرضون للخطر مع استمرار هذه العملية العسكرية؟ بالضبط، هي الأعداد الذين يحتاجون إلى المساعدة طبعا في تزايد. يجب أن نتذكر أن هذه المنطقة مرت بمعارك مختلفة، أن الناس تعبة، هناك البعض موجود في مخيمات. يعني في هذه المناطق هناك حوالي 100,000 شخص من لاجئ ونازح داخلي موجودين في مخيمات مختلفة.
بين الأمس واليوم تم إخلاء مخيم مبروكة، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية نقل بعض هؤلاء الناس إلى مخيمات أخرى، البعض توجه إلى أماكن مثل الرقة، ولكن المنطقة أيضا غير آمنة والوضع على الأرض معقد جدا، هناك أكثر من طرف موجود على الأرض والأوضاع الأمنية لا تبشر بالخير وتصعب من عمل المنظمات الإنسانية. ولذلك نحن دعوتنا هي دائما متلازمة، تجنب استهداف المدنيين وتأمين الطرق والوسائل حتى تصل المنظمات الإنسانية إلى أولئك الذين يحتاجون المساعدة. أي شخص اضطر إلى ترك بيته هو بحاجة للمساعدة مبدئيا. نحن نحاول بسبب الوضع أن نصل إلى من هم أكثر حاجة، إلى الضعفاء، إلى كبار السن، إلى الأطفال، النساء الذين يعيلون عائلاتهم لوحدهم. ولكن يمكن أن تتخيلي ما وضع أي عائلة اضطرت خلال ساعات أن تترك بيتها بالقليل جدا وتهوم في هذه المنطقة الصعبة في محاولة لتحديد أين هو الاتجاه الأأمن. وهذا ربما يعني على رب العائلة سواء كان الأم أو الأب قرار فعلا صعب، ويجب أن نفكر بهم حين يقودون سيارتهم ويقرروا إلى أين يتجهون. هم يتجهون حاملين معهم عائلاتهم وأحلامهم ومستقبلهم، وعليهم أن يتخذوا قرارات سريعة في ظل وضع معقد جدا. يجب أن يكون المدنيون وحمايتهم من أهم الأمور التي يجب التركيز عليها الآن في هذه اللحظات الحرجة. شكرا لك على المشاركة معنا سيدة رولا أمين، المتحدثة باسم مفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كنت معنا من عمان. المدنيون العزل، الحلقة الأضعف في كل حرب. نحو 200 ألف بلغ عدد النازحين الفارين من العملية العسكرية التركية في الشمال السوري. الإدارة المحلية الكردية التي أعلنت الرقم المهول طالبت في بيان لها المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية الحقوقية بالتدخل لوقف الهجوم التركي ودون متأخير. فالهجوم التركي فاقم الوضع الإنساني في المنطقة بسبب الاستهداف العشوائي بحسب البيان لمدن وبلدات شمال وشرق سوريا والاستهتار بحياة المدنيين. وتسببت موجات النزوح الكبيرة في إفراغ مدن بكاملها من سكانها، كما زاد وقف المنظمات الدولية لأنشطتها وسحب موظفيها الأساسيين الوضع تفاقماً. البيان أوضح أن أهالي منطقة ديرك والقامشلي نزحوا إلى الريف الجنوبي بعيداً عن القصف، فيما نزح سكان رأس العين إلى مدينة الحسكة وريفها. أما أهالي منطقة تل أبيض فنزحوا إلى الرقة والطبقة. الأمم المتحدة التي أكدت على ضرورة حماية المدنيين من هذه العملية أشارت بدورها إلى نزوح أكثر من 100 ألف شخص من سكان رأس العين وتل أبيض وعين العرب نحو محافظتي الحسكة والرقة وسط تصاعد الهجوم التركي ضد الأكراد في شمال شرق سوريا. وذكرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنها تتلقى تقارير عن وقوع قتلى وجرحى مدنيين بعد انطلاق العملية التركية التي لاقت إدانات دولية واسعة. وتضم مناطق شمال وشرق سوريا في المدن والمخيمات ما يقارب 1 مليون نازح من مختلف مناطق سوريا قبل الهجوم التركي، مما يشكل ضغطاً سكانياً هائلاً على هذه المنطقة. المزيد من الملفات ضمن غرفة الأخبار ونتابع بعد الفاصل. احتجاجات العراق، لجان جديدة للتحقيق في الانتهاكات.